تنفيذا لأمر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بتوزيع 5000 وحدة سكنية، وذلك في إطار التوجيهات الملكية السامية. واصلت وزارة الإسكان توزيع وحدات مشروع مدينة سلمان الواقعة بالمحافظة الشمالية. وقالت الوزارة إن مشروع مدينة سلمان يعد أحد المشاريع الرئيسية المدرجة ضمن برنامج الوزارة لتنفيذ أمر حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه ببناء 40000 وحدة سكنية، بالإضافة إلى الالتزام الإسكاني الوارد في برنامج الحكومة الحالي. وأضافت وزارة الإسكان أن مدينة سلمان تربط ما بين جزرها شبكة متطورة من الطرق والجسور، كما تم تصميم المدينة لتكون موصولة بعدد من المداخل الرئيسية لاستيعاب الحركة المرورية لقاطنيها وزوارها، مع مراعاة توفير مسارات مخصصة للمشاة والدراجات الهوائية وتوفير محطات توقف لسيارات النقل العام، بالإضافة إلى توفير محطات كهرباء رئيسية وفرعية ومحطة مياه وأخرى لمعالجة مياه الصرف الصحي، فضلا عن وجود الخدمات والمرافق الرئيسية كالجوامع وحضانات ورياض الأطفال والمدارس وجامعة ومستشفى رئيسي ومراكز صحية وعيادات ومدينة رياضية تضم استادا لكرة القدم، بالإضافة إلى الحدائق المفتوحة. ونوهت الوزارة إلى أن وحدات مدينة سلمان تعد من المشاريع الإسكانية التي تقوم الوزارة بتوزيعها في إطار البرنامج الزمني لتنفيذ أمر سمو ولي العهد بتوزيع 5000 وحدة سكنية موزعة على مشاريع مدن البحرين الجديدة ومشاريع المجمعات السكنية في محافظات المملكة. أنا اليوم مستانس بالوحدة السكنية، وأشكر الحكومة وأشكر وزارة الإسكان على التسرع في الطلب هذا حق الإسكان، ونشكر القيادة على هذه الهدية اللي أعطونا إياها، ونتمنى إن شاء الله الأفضل. ومشكورين، نشكر وزارة الإسكان ونشكر الجميع إن شاء الله، والله يخليكم جميعا لنا. اليوم جاي أستلم الوحدة السكنية من الإسكان، وأنا مسرور جدا ومسرور من قيادتنا، والله يخليهم وسلمهم وكلنا مرتاحين نفسيا ومعنويا. يعني أشكر القيادة الرشيدة إن هي وفرت لنا الوحدة السكنية، وأشكر وزارة الأسكان في البداية إن هي وقفت ويانا وساعدتنا وتقبلتنا بصدر رحب، وإن شاء الله الله يسر الأمور ووفق الجميع إن شاء الله. هاليوم يمكن يكون تاريخي، نتمنى الجميع إن شاء الله يحصل. نسأل الله التوفيق للجميع، ونشكر مرة ثانية القيادة الرشيدة.